تضحك تخسر. العادة وليد انه كانت حاضرين وسفيان مزالي. يلا هذه سمتراني يحبها برشا. تفضل. عندما حان موعد اعدام سقراط رأى زوجته تبكي فاقترب منها وقال: ما الذي يبكيك؟ فقالت: ستقتل ظلما. فقال لها: أكان يفرحك أن أقتل عدلا؟ فقالت: يرزني فيك حتى باش تموت تفلسف. برافو. قالك واحدة رجلة طلعت له سخانة داخ. أيوة. خرجت تلوج. نقول احنا في اللوزة غادي الدنيا ريف وكذا. والطبيب بعيد لقى عرضها واحد بيطري. هزاته. هز مفضخ دم شاف حمل. قالت له: ايش عندها؟ قال: كان قاعد هكا للصباح ذبحيه. اول مره تخرج تتعشى هي ورجلها، جاء من السيرفر قال: مش تحبوا تاكلوا؟ تلفت الراجل قال: لي فام دابور. تلفت للمراه قال: ايش تحب؟ قالت له: حايده لي فام دابور كيما راجل. استاذ انجليش يسال في واحد قال له: ما معنى اجلس بالانجليزيه؟ قال له: سيت. قال له: ادخلها في جمله. قال له: ستي الحبايب. يحتاج المدرسة هذا النكتة. القاضي يسأل في الراجل قال له: علاش تحب تطلق مرتك؟ قال له: كل يوم في نص الليل مسيبة دارها وأولادها وتدور من كباري لكباري. قال له القاضي: يا باي معقولة هذه؟ شنو الحكاية؟ قال له: علاش لو تخدم مرتك؟ قال له: لا ما تخدمش أما تخرج تفركس علي. قالت له: حبي كن موت نحبك أنت تغسلني. قال: أموت برك تو حتى شعرك جبدهول. قالك واحد معرس مرته شادة تيك توك صباح وليل، يروح من الخدمة ما يلقاش عشاء طايب، ترسيله مسكين يجيب عشاء من برا، مرة مشوي مرة بيتزا مرة حوت والخيرات الكل جابها، ومرته تعلف وساكت. نهار قالت له: حبي والله برشا عليك مصروف هكا وعشاوات الليلة كاملة. قال: بالرسمي حتى هما فلوس الصياغة متاعك اللي باتهم قريب توف. نكتة جميعة. يلا سفيان ووليد باش نختم وتضحك تخسر. وضع رأسه في حضن أمه وقال: هل تعلمين يا أمي كم فتاة تريد أن تصبح مكانك؟ فقالت له: وليدي على ريحتك هذه حتى كلب ما ترضاش بي. وقعي النكتة. وحدة تعاركت مع رجلها قالت له: اللي يكذب مرة يكذب مرتين. قال: هو اللي يعرس مرة يعرس مرتين. ضحكت وقالت له: ايش بيك تغششت وفادلك عليك. يلا سفيان نختمه معك. هيا مرا ومرا مرا شوف قالك واحد قال لمرته: قبل ما نعرفك كنت شاكك اللي انا منحوس. هي قالت له: تو. قال: تو تأكدت. يلا انتهت النكت. انتهت النكت مش مشكلة. لا